وكان رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الشيخ علي سالم الحريزي قد استنكر صمت قيادة المجلس الرئاسي عن احتلال جزيرتي سقطرى وميون وانتهاك السعودية والإمارات للسيادة اليمنية. فما قد شاف واحد منهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حق الإمارات السعودية تكلم عن سقطرى ولا عن ميون ولا عن المطارات ولا عن يعني أبدا شيء يخص السيادة ما تكلموا عنه، ممنوع يتكلم عنه. ولهذا نحن قبل رمضان تكلمنا وقلنا أي شيء يأتي من الرياض أو من الإمارات هو مآمرة، السعودية لن تأتي لنا إلا بشر، وعليه نحن والأخوة أعضاء مجلس القيادة نتمنى أو نريد منهم يتركوا ما قد فعلوه من قبل من سكوت على الاستعمار أو الاحتلال السعودي الإماراتي، هذه دول إقليمية وراها دول وراها دول كبرى بريطانيا وأمريكا، بالتأكيد هم اللي يخططون وهم اللي يأمروا وهم اعتبروهم أدوات محلية للتنفيذ. قادة ميليشيات جابوهم في الرئاسة، قادة ميليشيات من أين لهم شرعية؟ هذا الميليشيات اللي شكلت السعودية والإمارات والآن عينتهم رئاسة على البلد. نحن بالحقيقة كمعتصمين ما يهمنا هذا المجلس ولن يأتينا منه إلا شر. وكشف الشيخ علي الحريزي عن استمرار بناء قواعد عسكرية بريطانية وسعودية داخل مطار الغيضة، وأكد دخول كميات كبيرة من مواد البناء على متن 18 شاحنة إلى المطار لبناء تلك القواعد. أنتم شفتوهم لما أدوا اليمين الدستوري في عدن، أولا أن نعمل بكتاب الله وسنة رسوله، ثانيا أن نعمل بالدستور ونحافظ على الدستور، وهم خارج الدستور. هم من فين هم لهم شرعية؟ هي السعودية والإمارات عندها شرعية تغير رئيس وتجيب رئيس وتعين 8 رؤساء؟ يعني ما عندها. الدستور اليمني يقول إذا حصل شيء للرئيس تنقل صلاحياته إلى رئيس مجلس النواب 60 يوم ويجهز الانتخابات رئاسية. الحين قدم معنا 8 رؤساء بأي حق؟ بأي حق دستوري أصلا؟ وهم طرحوا نداتهم على كتاب الله بنحافظ على الدستور، وهم خارج وهم اللي خرقوا الدستور. بعدين أن نحافظ على السيادة واستقلال اليمن، وهم دارين وهم جزوا اللي فرطوا بالجزر أرخبيل سقطرى فرطوا فيها، والآن جزيرة عبد الكوري في قاعدة إماراتية إسرائيلية وتهبط الطائرات فيها أمام الملأ وأمام الجلاء وفي الأعلام، وجزيرة ميون مطار الغيضة. أنتم تدروا أن في شهر رمضان دخلت 18 قاطرة محملة بالحديد إلى مطار الغيضة اللي بنى قاعدة بريطانية سعودية داخل المطار. كما أشار الحريزي لأن الإمارات دفعت بأشخاص وعناصر إلى محافظة المهرة لتنفيذ مخططاتها، مؤكدا أن لجنة الاعتصام ترصد هذه التحركات ولن تسمح بأي محاولات ومخططات من شأنها استهداف المهرة. وكثير من التدخلات الإماراتية الجديدة في محافظة المهرة وفيها ناس موجودين أرسلتهم الإمارات، وبإذن الله نحن نتابعهم وأي جديد سنناقشه في الاجتماعات القادمة.